السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حول صورتك لكرتون. طيب أول حاجة تعملها إن أنت ترفع الصورة بتاعتك، وليكن مثلا الصورة ديت، وبيقولك بقى أنت عايزها أفاتار ولا عايزها كرتون ولا عايزها سكتش بالشكل دوت، وتقول له ستارت تو بروسيس، فيبدأ يعمل لك بالشكل ده. ممكن تقول له باك وتقول له انا عايزها مثلا على هيئة سكتش، وفي مانجا اللي هو الكرتون الياباني بالشكل دوت، تقول له باك وقول له بالشكل دوت. ممكن نقول له عايزين. طيب الصورة بعد كده ازاي الواحد دي يسيبها؟ ممكن تيجي هنا وتقول له داونلود ايمج، فيبدأ ان هو يحملها لك. خلي بالك النقط بتاعتك بتنقص في كل حاجة انت بتعملها مثلا.